بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة. اللهم صل عليه صلاةً دائمة، وصل على وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وصل على الحسن الصبط وعلى الحسين الشهيد بكربلاء. اللهم وصل على الأئمة الهداة علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. اللهم وصل على الإمام المنتظر والكهف المرتجى سليل الأنبياء وخاتم الأوصياء غوث الملهوفين في الدارين وعون المكروبين في النشأتين علم الدين والبرهان المبين المهدي الموعود، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء.